مرحبا، اهلا وسهلا بكم على قناه التونسيه في رانديفو جديد مع اي تيك. معكم محمد علي السويسي، اي تيك نحكي فيها صحيح على التكنولوجيا في تونس والعالم. وكل عاده نبدا اي تيك مع العنب. اليوم في اي تيك، سوبكوم تختتم السنه الجامعيه مع تقديم لي بروجي اللي تخدموا عليهم في العام هذا واهم النجاحات اللي حققتهم الجامعه. إريكسون تتحدث على لي سيرفيس كلاود نتاعها في تونس. ساعات من انطلاق جوجل ايو وحضور تونسي في الموعد السنوي الهام بتاع جوجل. ساعات تفصلنا على موعد جديد مع الجوجل ايو، اهم ايفينمون تنظمه جوجل، الايفينمون السنوي بالنسبه للشركه العالميه هذه. باش نحكيو على الايفينمون هذه في تيك نيوز، واللي باش نبداوها من اخبار الكلاود وشكون قاعد يخدم على الكلاود وشكون نحكي على الكلاود الجمعه هذه في تونس. تابعوا تيك نيوز. سوبكوم نظمت اليوم الاربعاء اون جورني قدمت فيها اهم لي بروجي اللي خدموا عليها الطلبه نتاعها. جورني بدات من 9 نتاع الصباح في البول تكنولوجيك الغزاله. دي بروجي خدموا عليهم الطلبه مع حوصله نتاع المشاركه نتاع الطلبه نتاع سوبكوم في مجموعه كبيره من لي تشالنج والمناسبات. تم عرض الخدمه هذه اليوم وين زادت تم توزيع جوائز. خدمه سوبكوم عرفت برشا نجاحات السنه كيما تشالنج دو بروغراماسيون اي سي بي سي واللي ربحت فيه الجائزه الاولى على المستوى المغرب العربي، المشاركه نتاع سوبكوم في الاراب موبايل ابليكيشن تشالنج واللي وصلت واحتلت فيه المرتبه 15 على المستوى العالمي بعد المشاركه نتاعها في الفاز فينال من تشالنج هذا في الموبايل وورلد كونغرس، وزاد الجائزه اللي تحصلت عليها في لي بروجي ريشيرش، جائزه احسن تيز واللي تتعطى في باريس من مين تيليكوم.